إن فيروس كورونا كوفيد-19 هو مرض يصيب الجهاز التنفسي بسبب التعرض إلى فيروس ينتشر سريعاً في جميع أنحاء العالم. ينتشر هذا الفيروس عندما يقوم الشخص المصاب بالسعال أو العطس بالقرب من شخص غير مصاب. كما ينتشر الفيروس عندما يلمس شخص سطحاً ما قد تلوث بالفيروس ثم يلمس فمه أو أنفه أو عينيه. وتتضمن الأعراض الحمى والسعال وضيق النفس، وقد تتضمن الأعراض مرض الجهاز التنفسي بمستوى طفيف أو حاد. يختلف تأثير فيروس كورونا كوفيد-19 من شخص إلى آخر. يتعرض معظم الأشخاص إلى مرض طفيف ثم يتعافون سريعاً، ولكن قد تتدهور الحالة الصحية لآخرين بشدة ويحتاجون للدخول إلى المستشفى. ويبدو أن الإصابة بالمرض عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى تكون أكثر حدة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في بعض الحالات الحادة. يمكنك حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 باتخاذ الإجراءات الوقائية فيما يلي: الأمور التي يجب فعلها: تجنب التواصل عن قرب مع الأشخاص المصابين بالمرض، تجنب لمس العينين والأنف والفم، غسل اليدين كثيرا وجيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، استخدم مطهرا كحوليا لليدين بحيث يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول في حال لم يتوفر استخدام الماء والصابون. إذا تعرضت إلى المرض أو كان لديك شك بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، فينبغي أن تمنع انتشار المرض ونقله إلى أشخاص آخرين في منزلك ومجتمعك فيما يلي: بعض الأمور التي يجب فعلها. عدم الفزع. الاتصال بالطبيب الخاص أو أخصائي رعاية صحية آخر في منطقتك إذا أمكن. إخبار طبيبك أو مختص الرعاية الصحية أنك قد تكون مصاباً بفيروس كورونا كوفيد-19. عدم الذهاب إلى المستشفى أو العيادة الطبية بدون التواصل مع طبيبك الخاص أولاً. من الضروري اتباع التعليمات المقدمة من مختص الرعاية الصحية والحكومة المحلية. عدم الخروج من المنزل، عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو مناطق عامة. إذا اضطررت إلى الخروج، فتجنب استخدام وسائل النقل العامة أو الحافلات المشتركة أو سيارات الأجرة. اطلب من أحد أفراد عائلتك أو أحد أصدقائك مساعدتك إذا أمكن. عزل نفسك عن الآخرين في منزلك فورا بأقصى قدر ممكن. عدم لمس أي فرد آخر بما في ذلك الأشخاص المقربين منك. ارتداء قناع الوجه لحماية الآخرين من الإصابة بالفيروس. تغطية الفم والأنف بالمنديل أو بثني الكوع عند السعال أو العطس. التخلص من المناديل المستخدمة في سلة المهملات وغسل اليدين فورا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. عدم مشاركة الأغراض المنزلية الشخصية والملابس مع أي شخص آخر. غسل أي أغراض بالماء والصابون بعناية بعد استخدامها. تنظيف جميع الأسطح التي تلمسها بالماء والصابون بانتظام. مراقبة الأعراض لديك والتماس العناية الطبية العاجلة إذا كانت حالتك المرضية تزداد سوءاً، والتواصل مع طبيبك قبل الذهاب إليه. البقاء في المنزل حتى تتأكد من تعافيك تماماً وعدم إمكانية نشر الفيروس إلى الآخرين أو انتقاله منك بعد الآن حتى لو شعرت بتحسن. قد يحدد لك الطبيب المدة اللازمة لبقائك في المنزل. إنك تؤدي دوراً هاماً في الحفاظ على نفسك في حالة صحية سليمة وإيقاف انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.